كاين اخوتي اخواتاتي واحد السيرفور اجنبي فيه واحد الحدث اسطوري بدون جواهر وفيه بعض الاحداث اخوتي اخواتاتي ديال جواهر في الفيديو هذا اخوتي اخواتاتي غنشوفوا الاحداث اللي متواجده في هذا السيرفور اللي كاينه بدون جواهر وغنشوفوا اخوتي الاحداث ديال جواهر وشكرا اخوتي اخواتاتي لاي واحد كيتفاعل معنا على الفيديوهات اللي كنزلوهم على هذه القناه شكرا لكم اخوتي اخواتاتي بزاف بزاف هذا السكين هذا اخوتي اخواتاتي ديال جواهر هاد السكين الاحمر اخوتي اخواتاتي اسطوري وثاني اخوتي اخواتاتي هذا هو الحدث اللي كاين في هاد السيربور الاجنبي بدون جواهر هذا الحدث غيكون متوفر في 17 في الشهر فيها اخوتي اخواتاتي هذا الحدث هذا الشعر الاسطوري وفيه صندوق ديال الاكا وثاني هذا الصندوق فيه شوتغان وفيه واحد القناص اخوتي اخواتاتي اسطوريه وبين بينكم اخوتي اخواتاتي في هذا الحدث هذا كان كاين 10 ديال البطاقات ديال الحاضنه وكاين اخوتي ثاني 7 ديال البطاقات ديال الحاضنه خوتي اخواتاتي وفي هذا السيرفور الاجنبي اخوتي اخواتاتي كاين هذا الاكس ام الاسطوريه هذا الاكس كيما اخوتي اخواتاتي نزلت شحال هذه ولعبه فري فاير نزلت هذا الاكس ام في هذا السيرفور الاجنبي هذا الاكس ام اخوتي اخواتاتي قابله للتطوير كتجي معها رقصه اسطوريه وكيجيو معها اخوتي اخواتاتي بعض الاشياء خنفشارية بيني وبينكم كاين اخوتي اخواتاتي مع هذا الاف ام اشياء كما قلت لكم اخوتي خنفشارية واسطورية وثاني اخوتي اخواتاتي في هاد الحادث كاين الصندوق هذا في هذا السكين ديال البرازيل وثاني اخوتي اخواتاتي كاين في هاد الصندوق هذا السكين ديال البنات يا اخوتي اخواتاتي وثاني اخوتي اخواتاتي كاين في هاد الحادث هذا هذا الصندوق هذا فيه هذا السكين ديال طار الليل المهم اخوتي اخواتي هاد الاشياء اللي متواجده في هاد الحادث هذا أسطورية وكاين أخوتي في هاد الحادث الإمبي كارون أخوتي أخواتاتي الأسطورية متواجدة في صندوق. وكاين أخوتي أخواتاتي في هاد السيربور الأجنبي هاد السكين الأسطوري هاد السكين هذا نادر أخوتي أخواتاتي وكاين أخوتي في هاد السيربور الأجنبي هاد الحادث هذا الجديد أخوتي وفيها أخوتي ديك الرقصة اللي على بالي وعلى بالكم وفيه بعض الجوائز آخر أخوتي, أخوتي أخواتاتي بيني خوتي أخوتي هذا هو الأحمر اللي شفناه في الأول الاول كاين اخوتي هذا السكين الاحمر في هاد الحاضنه وهاد الحاضينة اخوتي اخواتاتي اغلب الاحيان بزاف ديال السيربورات اجنبيه كيعطيو كي اللفه بصفر جوهره الاولانيه وغنشوفو اخوتي تاني اشنو متواجد في هاد الصناديق كاين في الصندوق اخوتي هاد السكين ديال النمر الاسطوري وكاين اخوتي اخواتاتي في الصندوق الثاني هاد السكين ديال البنات الاسطوري وفي هاد الصندوق اخوتي اخواتاتي الثالث كاين هاد السكين هذا الاسطوري هاد السكين هذا كنا حصلنا عليه اخوتي شحال هادي في السيربور ديال الشرق الاوسط بدون جواهر وهاد الصناديق كيكون فيهم سكينات متوزعين على بزاف ديال القطع وكاين هاد الجائزه اخوتي اخواتاتي هاد الرقصه الاسطوريه وكاين اخوتي في هاد الصندوق اخوتي هاد الخنجر الاسطوري وداخل هاد الصندوق متواجد صناديق وفي الصناديق اخوتي تاني كاين سكينات وهاد السكينه اخوتي اخواتاتي بيني بكم اسطوري وكاين اخوتي اخواتاتي هاد السكين هذا الاسطوري بيني بكم هاد السكين هذا اخوتي اخواتاتي اسطوري بمعنى الكلمه وثاني اخوتي اخواتاتي كاين هاد السكين هذا اللي نزل شحال هادي ايام زمان وكاين هاد السكين ديال البنات اخوتي شتو خوتي الصندوق هذا فيه بزاف ديال الصناديق وصندوق كتسمى داخل الصندوق صناديق بيني وبينكم هاد الصندوق فيه بزاف ديال الجوائز فيه ام فيه قناصة فيه هاد الصندوق هذا خوتي اخواتاتي بتواجد فيه هاد النمير بيني وبينكم هاد النمير اسطوري اخوتي اخواتاتي وثاني اخوتي اخواتاتي بيني وبينكم كاين في هاد الصندوق بعض الجوائز اخرى اخوتي اخواتاتي وفي هاد الصندوق هذا اخوتي اخواتاتي كاين هاد الخنجر الاصفر الاسطوري اخوتي اخواتي. كين لمده 24 ساعه وكاين لمده 3 ايام وكاين لمده سبعة ايام وكاين دائما اخوتي اخواتاتي وثاني في هذا الصندوق هذا اخوتي اخواتاتي كاين سكن الاسطوره اخوتي اخواتاتي بنو بكم اخوتي باش الحدث هذا كاين بزاف ديال الاشياء اسطوريه والجائزه الكبرى خوتي اخواتاتي كيبقى ديك السكين الاحمر خوتي اخواتاتي هو الجائزه الكبرى وهاد الحضينه خوتي اخواتاتي كيبدا اللف فيها بتسعود ديال الجواهر وبزاف ديال المرات بزاف كيعطيوها اخوتي اللفه الاولانيه بصفر جواره وبينو بكم اخوتي كاين هاد هذيك ديال البويا باص بينو بكم كاين في هاد الحاضنه يمكننا نجيبوه مثلا غير بلفه واحده ولا بخمسه ديال اللفات كيبقى داكشي على حسب الحاضه خوتي وكاين هذه الحاضنه هذه اخوتي اخواتي فيها بزاف ديال الاشياء اسطوريه ثاني عندي عليها طليله ونشوفوا اشنو فيها في هاد الكروزا خوتي اخواتاتي الاسطوريه كاين هذا الشكل هذا كاين اربعه ديال الشكالات اخوتي ديال الكروزا هذه الكروزا خوتي اخواتاتي اسطوريه هي هي أي ايام زمان كروزة كانت نادره كروزة شحال هذه وكاين اخوتي في هذا الحادث سكينات اسطوريه خوتي كاينه السكين ديال الاولاد اسطوريه خوتي اخواتاتي بمعنى الكلمه وثاني اخوتي اخواتاتي في هذه الحاضنه هذه كاين هذا السكين الاصفر الأستورية. اسطوري بينو بكم هاد الحاضنه اخوتي فيها سكنات ديال البنات وسكنات ديال الولاد اسطوريين اخوتي اخواتاتي كاين السكن ديال البنات ثاني بينو بكم اخوتي اخواتاتي اسطوري وثاني اخوتي كاين هاد السكن الازرق ديال الولاد تا هو اسطوري اخوتي اخواتاتي وهاد الحاضنه هادي اخوتي اخواتاتي بينو بكم راه كيبقاو يبقاو ويحطوا فيها بعض الاشياء اللي اسطوريه اخوتي اخواتاتي ولا الدراري بينو بكم كم اي حاجه غتبقى لي جديده غنبقى نشارك معكم على هذا القناه بيني بكم اخوتي في هذا السيربور الاجنبي لعبه فري فاير حطت اخوتي هاد السكين في هذا الحدث ديال بدون جوار. هذا الحاضينه اخوتي كاين بزاف ديال السكنات اخوتي اسطوريين متوزعين على بزاف ديال القطع ولكل الاسف اخوتي بعض السكينات في هاد الحاضينه كاينين غير لمده 24 ساعه اخوتي اخواتاتي وهاد السكين هذا اخوتي كاين دائم وكاين متوزعة خوتي على بزاف ديال القطاع وكاين سكين مكمولة خوتي عندي ثلاثة ديال البطاقات خوتي خواتاتي ونشوف اشنو غيعطيوني بهاد ثلاثة ديال البطاقات بيني وبينكم اخوتي اخواتي عطاوني الشعار ديال البنات لمدة 24 وعشرين ساعة عفوا وثاني اخوتي اخواتي في هاد البطاقة هادي يعطوني هاد الجمجمة الإفريقية لمدة ثاني 24 ساعة وعطوني يا أخوتي يا أخواتاتي هاد القناصة اللي ما كديرش أخوتي أخواتاتي في الجيم بيني بيكم أخوتي هاد الأشياء راهم أسطوريين أخوتي هذا هو الشعر أخوتي اللي حصلنا عليه ديال البنات شعر أسطوري لكل الأسف أخوتي يا أخواتاتي حصلنا عليه لمدة أربعة 24 ساعة وهذا أخوتي هو القناع ديال إفريقيا أخوتي حصلنا عليه لمدة 39 يوم أخوتي بيني بيكم راه شي حاجة أسطورية بيني وبينكم اخوتي هذه هي ديك القناصه اللي ما كديرش الحرص حصلنا عليها لمده 24 ساعه فهاد السيرفور الاجنبي اخوتي اخواتي لقيت هاد المزلاجه الاسطوريه لاول مره كنشوف هاد المزلاجه اخوتي اخواتي مزلاجه اسطوريه كنستعملوها ملي كنزلو من الطائره بيني وبينكم اخوتي فهاد السيرفور الاجنبي كاين بزاف ديال الرقاصات اللي نادرين بزاف بزاف وهاد الرقاصات اخوتي متواجدين فهاد السيرفور هذا بجواهر وكاين اخوتي ديال الرقصات غير ب 300 جوهره وكاين بعد الرقصات ب وخمسين جوهره وكاين بعد الرقصات ب 400 جوهره وكاين بعض الرقصات اخوتي ب جوهره اخوتي اخواتاتي طوب دراقاصا واصلين 500 جوهره خوتي اخواتاتي شكرا للدراري لاي واحد كيتفاعل معنا على الفيديوهات اللي كنزلوهم على هذه القناه و كيعجبكم اخوتي اخواتاتي الفيديوهات في هذا الشكل قولوا لنا في الكومونتيرات و لكم اخوتي اي فيديو جديد في هذا الشكل شكرا اخوتي كما قلت لكم اي واحد كيتفاعل معنا على الفيديوهات اللي كنزلوهم على هذه القناه